طاقات مختزلة جبارة تترقب من يكتشفها، من يطلق العنان لها. قدرات عظيمة كامنة تنظر إلى الأفق، عقول بحجم الكون تبحث عن مفاتيح العلم ودروب المعرفة، غايتها أن تحط رحالها في أرض الأحلام. طموح يعانق عنان السماء، أرض عراقة الماضي، إمكانيات اليوم ورفاه الغد، في أرض أصبحت وطناً للموهبة والإبداع. رحلة دامت 20 عاماً نجحت فيها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً. بنت عضوية موهبة علاقتها مع فئات المجتمع المختلفة، وعززت الشغف في العلوم والمعرفة، وسعت لزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، كما أنها تتيح لأعضائها العديد من المزايا والفرص لاكتشاف آفاق جديدة نحو مستقبل مزهر. ومع اتساع دائرة المستفيدين تنوعت أنواع العضويات، ومنها العضوية الفخرية، العضوية الشرفية، عضوية التميز، عضوية موهبة العامة، حيث تتيح لك العضوية العديد من الخدمات والمزايا. نذكر منها دعوة خاصة لحضور فعاليات موهبة المميزة، الحصول على إصدارات موهبة العلمية، دورات وورش تدريبية متنوعة في مجالات الموهبة والإبداع والابتكار، دورات وورش تدريبية في مجال التطوير المهني والشخصي، الحصول على نشرة صديق موهبة الإلكترونية، الانضمام إلى نادي العضوية. عضوية موهبة، منصة عالمية لعقول مبدعة.